المرور عودة لجيسيكا نجمة الفريق واللاعب البرازيلية. التمريرة الجميلة، الضغط موجود. يا سلام يا سلام يا سلام، هدف أول يأتي، هدف أول يأتي. أيضا سعاد، كرة تتمرد، دوران جميل، تسديدة. يا سلام، هدف ثاني من جانب النيرة. هدف ثالث يأتي في اللقطة الماضية. شوف الإعادة والكرة والضربة الركنية. يا سلام من جيسيكا، والمتابعة الجميلة الجميلة من مبارك. مبارك دائما في الحضور. ضربة ركنية تلعب إلى جيسيكا، الاستلام، التسديدة التسديدة التسديدة. يا سلام، لقطة جميلة وكرة رائعة. نادي النصر، كرة تلعب إلى جيسيكا، هتخذ جميلة. يا سلام، محاولة تسديد، هدف جميل. هدف خامس يأتي، مهرجان تهدي كرة والتقدم. يا سلام يا سلام، أداء قوي وأيضا سرعة في التحولات والكرة والهدف. بالنيران الصديق من البطولات، بطولة الاتحاد غرب آسيا بالإضافة لبطولة. يا سلام يا سلام في اللقطة الماضية. شوف الكرة والاستلام، ومن ثم لعب الكرة بهذه الطريقة. تقدم من جانب جيسيكا، جيسيكا ممكن تسديده. هدف دقيقة. شوف التقدم، قراءة، ومن ثم المرور، ومن ثم التسديدة بهذه القوة. تتحكم بأداء لاعبات نادي النصر في هذه المباراة. كرة وتمريرة إلى جيسيكا، صارت تسعة إلي جيسيكا، إضافة للهدف التاسع. شوف 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 شوف، ومن ثم استطاع الفوز على الكويت 2-1، وأيضا استطاع الفوز بنتيجة 2-1. محاولة من جانب جيسيكا، هدف عاشر في هذا الشوط. شوف المرور والتقدم، ومن ثم لعب الكرة بهذه الطريقة. جيسيكا والمحاولة، هدف. إذن تم الاتفاق عليه مثل هذه الكرات واضحة إلى جيسيكا. أوهو، برازيلي، هدف برازيلي جميل. شوف الكرة الجميلة وأيضا الذكاء في التعامل، وضعت الكرة في سقف المرمى. كرة جميلة، هدف رقم 13 في هذا الشوط. شوف الكرة، تقطع الكرة والضغط العالي والتسديد، دقة ممتازة من جانب اللاعبة جيسيكا بكلا القدمين، لكن لم تستغلها النجمة. رقم 4 في، تعود الكرة إلى في. يا سلام على التحرك، التسديد أكبر بكبير، أكبر بكثير من المباراتين السابقة. تمريرة جميلة رائعة، التقدم. هدف رقم 15، تقدم وأيضا تمريرة جميلة. جيسيكا تعدي من الأول، ثاني ممكن هدف التمريرة. يا سلام على الرايق، المرور، بيان جيسيكا والتقدم. مرور، تحاول جيسيكا البرازيلية الدولية على أقل من مهلة. هدف رقم 17 في الهدف الثاني لها في هذه البطولة. طبعا تعتبر هذه البطولة هي البطولة. تسديدة جيسيكا، مبارك يا لاعبة دولية، رائع. شوف الهدف الجميل وأيضا المهارة العالية. في البطولة زيادة عدد ممارسي الرياضة في المملكة العربية السعودية. هدف رقم 20 بطريقة سهلة. الخطأ ملعوب، لكن تقطع من البرازيلية جيسيكا. سرعة، مرور، تبحث عن تسديدة عرض. يا سلام، أفضل أو أصحاب المراكز الأولى من الثلاث مجموعات وأفضل ثاني من الثلاث مجموعات. مو معقول، برازيلية جيسيكا ما راح تخلينا نكمل أي معلومة في
مباراة اليوم. شوف التقدم والمرور ومن ثم التسديد، مهارة عالية وهدف رقم 23. إمريرة تضيف الهدف رقم 23. شوف الكرة ومن ثم الإنهاء في المرمى. يجب على المدرب قوية من جانب جيسيكا. والنتيجة الأكبر إمريرة. تسديدة صارت 25 وصافرة من عاصم أبو سلامة.